ألو، فيلين ليفن دانك، ميسي أوس تحياتي مونيخ. لكم، شكرا وتحياتي لكم من مدينة ميونخ في ألمانيا. سعيد بوجودي معكم. احنا كمان سعداء بوجودك معانا، وفي البداية حابين نعرف أصداء تتويج فريق بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية على حساب تيجرس المكسيكي في ألمانيا. بالتأكيد حظى الأمر البطولة وتتويج الفريق البافاري بأهمية كبيرة، فهو لقب مهم جدا، يكتبون التاريخ كما يقال، كما فعل الفريق الأسباني برشلونة في 2009، حققوا أيضا السداسية، فعلها الفريق البافاري هذا العام وحقق السداسية، فهو إنجاز تاريخي، إنجاز كبير للفريق البافاري، حظى بأهمية كبيرة وأصداء كبرى في الصحافة في ألمانيا بالتأكيد. إزاي الجماهير شافت ده؟ جماهير النادي البافاري يعني شايفين نجاح كتيبة المدرب هانز فليك في تحقيق السداسية التاريخية لأول مرة في تاريخهم، علشان يكونوا تاني فريق أوروبي يحقق الرقم القياسي ده في عدد الألقاب بموسم واحد زي برشلونة الأسباني، وهل بيتوقعوا الجماهير مواصلة تألق بايرن ميونخ في الموسم الجديد؟ بالتأكيد الجماهير، جماهير النادي البافاري، كانوا في غاية السعادة بنجاح الكتيبة مع هانس فليك بكل تأكيد. دعني أشرح لك أن هناك ألقاب كثيرة فعلا تحظى بأهمية كبرى في أوروبا، ليس فقط كأس العالم للأندية، ولكنه هو حدث تاريخي يضاف إلى البطولات التي حققها الفريق البافاري هذا العام. الجماهير في غاية السعادة بكل تأكيد. هذا اللقب وجده جماهير البافاري مهم جدا وفي غاية الأهمية لتحقيق السداسية. كما ذكرت، الفريق البافاري استطاع ذلك بكل تأكيد، كما فعل الفريق الأسباني برشلونة من قبل. أما إذا كان من وجهة نظري سوف يدافع الفريق البافاري عن هذا اللقب هذا العام، قد أعتقد من وجهة نظري هناك منافسة كبيرة، منافسة قوية هذا العام. أعتقد أن الفريق البافاري سوف يكون في كامل الاستعداد لذلك، وكان قد حظى بأهمية وفرحة غارمة من جماهير البافاري بالفعل. طيب، أكيد لازم أسألك، إزاي تابعت مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية؟ إزاي شفت الماتش ده فنيا؟ إزاي الصحافة الألمانية شافت اللي قدمه بطل أفريقيا قدام بطل أوروبا في اللقاء ده؟ بكل تأكيد تابعت بنفسي اللقاء العظيم القوي، وحظى بأهمية كبرى في ألمانيا، وتابعه الكثير في ألمانيا والصحافة والإعلام. الفريق البافاري كان مسيطر على اللقاء، دعني أشرح لك ذلك، وكانت السيادة للفريق البافاري في أرضية الميدان، ولكن الفريق المصري بطل أفريقيا أدى أداء رائع وأتعب وأنهك الفريق البافاري في أرضية الملعب. من وجهة نظري ومن وجهة نظر نظرنا في ألمانيا والصحافة الألمانية، لابد علينا أن نعترف بذلك مدى قوة الفريق المصري بطل أفريقيا وما قدمه في هذا اللقاء. هل شايف أن بايرن ميونخ بقيادة مدربه المميز طبعا هانز فليك يعني بقى أقوى فريق في أوروبا والمرشح الأول أن هو يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي؟ بالنسبة لي الفريق البافاري هو الأقوى، أقوى مرشح للفوز باللقب هذا العام، ولكن أعتقد هناك منافسة قوية. عندما نرى اللقاءات على سبيل المثال أتلتيكو مدريد، وهناك فرق قوية،
الفريق البافاري يعلم ويعرف جيدا أهمية البطولة وقوة المنافسين. لابد من الاعتراف بأن البطولة هذه الشامبيونز ليج تحظى بأهمية أو الأهمية الكبرى. أعتقد سوف يعاني الفريق البافاري، ولكن هناك منافسة قوية وهو المرشح الأبرز من وجهة نظري للفوز. مين أقوى الأندية اللي شايفها ممكن تكون بتنافس بايرن ميونخ على لقب الشامبيونز ليج؟ مين المنافسين الأقوياء الموسم ده من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري عندما ننظر إلى الفرق، بيب جوارديولا مع مان سيتي هم المرشح. عندما نرى النتائج في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة، 13 مباراة بلا هزيمة، مان سيتي هو الأقوى، برشلونة، ريال مدريد أعتقد أيضا ليسوا على هذا المستوى، ولكن بكل تأكيد هم فرق قوية وقد ينافسون. المان سيتي هو الأبرز، هو المرشح الأقوى مع بايرن ميونخ من وجهة نظري. المنافسة كبيرة، ولكن الأقرب والأبرز هو مان سيتي من وجهة نظري. بايرن ميونخ يعني عاد متوجا لبلاده خلاص، بيستعد لاستئناف مبارياته في الدوري الألماني بكرة. هل بتتوقع أن هانز فليك يجري تغييرات على تشكيلة الفريق لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين، خصوصا في ظل معاناة البعض منهم من الإرهاق طبعا؟ بكل تأكيد فعلا بعض اللاعبين مرهقين تماما بسبب البطولة كأس العالم للأندية والسفر والعودة. جنابري مصاب، وجوريتسكا ومارتينيز، توماس مولر أيضا بسبب إصابة بفيروس كورونا. أعتقد سوف يحظى الفريق بغيابات كثيرة، وأعتقد أن المباراة غدا هي مباراة في أرض في ملعب البايرن ميونخ، والفريق هو واحد من الثلاثة في آخر الجدول. هناك يوم واحد للاستعداد لهذه المواجهة غدا. أعتقد أن الفريق البافاري سوف يكون في كامل الاستعداد من وجهة نظري، وسوف يفوز بهذه المواجهة. أعتقد هانز فليك سوف يقوم بعمل بعض التغييرات في التشكيلة بالفعل. بايرن ميونخ يمكن أعلن النهاردة تعاقده مع صفقة جديدة، وهو المدافع أوباميكانو، بعد صراع مع مانشستر سيتي على الصفقة دي. عايز أعرف شايف قد إيه هيستفيد بايرن ميونخ من الصفقة دي ومن اللاعب ده الفترة اللي جاية؟ بكل تأكيد في الأسابيع الماضية كان هناك محادثات ومفاوضات وكلام كثير عن ضم أوباميكانو، وفعلا كما ذكرت حضرتك بعد صراع طويل قام اللاعب بالتعاقد مع الفريق البافاري، يمتد عقده حتى 2026. سوف يعتمد عليه هانز فليك والفريق البافاري بشكل كبير لتعويض وتغطية اللاعب ألابا في خط الدفاع. أوباميكانو يحظى بإمكانيات، لديه إمكانيات كبيرة، لعيب سريع، لعيب قوي، وسوف يقوم بحل بعض المشاكل في خط الدفاع. وما تركه وما خلفه ألابا من وجهة نظري هو لاعب عظيم مهم. بكل تأكيد سوف يكون إضافة قوية للفريق البافاري، ومن وجهة نظري أرى أن أوباميكانو سوف يتأقلم بسرعة كبيرة مع اللاعبين، وهو الأفضل من وجهة نظري أيضا لهذا المكان في خط الدفاع مع الفريق البافاري. بشكرك جدا الصحفي بمجلة كيكر جورج هولتسنار، كنت معانا على شاشة قناة الأهلي.